أحسن الله إليكم. قال حفظه الله أو بيتين بيت والخاتمة بيت وخاتمة الحمد لله. وكل من يسبق للمباح قل فهو له وعنده النظم كمل. نعم، من سبق إلى مباح فهو أحق به، فمن يسبق إلى بقعة من المسجد فلا حق لأحد أن يقيمه منها. ففي الصحيحين من حديث نافع عن ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقيم الرجل الرجل من مقعده ويجلس فيه. قيل لنافع في الجمعة، قال في الجمعة وغيرها. وفي صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقيمن أحدكم أخاه من مجلسه يوم الجمعة ثم يخالفه فيجلس فيه، ولكن يقول افسحوا، لأن هذا الرجل سبق إلى هذا المباح فهو أحق به، فهو أحق به. ومن سبق إلى امرأة فخطبها واستقر أمره فلا حق لغيره أن ينازعه فيها. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لا يخطب الرجل على خطبة أخيه، لأن الخاطب الأول سبق إلى هذا المباح فهو أحق به. وكذلك من باع سلعة أو اشتراها فقد سبق إليها، فلا حق لأحد أن يبيع على بيعه لأنه سبق إلى هذا المباح. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع الرجل على بيع أخيه. أنتم فهمتم؟ وكذلك من سبق إلى وظيفة وتوظف فيها فلا حق لأحد أن يستغل وساطته ليخلع المستحق ويقامه ومقامه، لأن أخوك أو أخاك سبق إلى مباح، ومن سبق إلى مباح فهو أحق به. ومن مناخ من سبق، من مناخ من سبق، هذا سابقا، لكن الآن أنتم تعرفون أن أجزاء منا قد وزعت إلى الحملات، فهي مباح من يدفع، فهي مناخ من يدفع، وإلا فالأصل الشرعي أنها مناخ من سبق. في عرفات هي مناخ من سبق، في المزدلفة مناخ من سبق، لأنها مباحات. ومن سبق إلى حشيش في البرية فهو حقه، ومن سبق إلى سقي من نهر أو جدول أو واد فهو حقه، فلا حق لمن بعده أن ينازعه إلا بعد أن ترتوي أرضه ثم يفتح المجال للآخرين. فهمتم هذا؟ هذا من قواعد العدل. وبهذا نكون قد انتهينا من المنظومة، وبقي بعض الأبيات نقرأها فقط قراءة خفيفة. أسأل الله أن يشرح صدوركم. يا رب اغفر لإخواني على بقائهم واستماعهم، جزاكم الله عني وعن المسلمين خير الجزاء. أنا أعرف أنها دروس طويلة ومملة والله، ولكن حسن أخلاقكم ودماثة طبعكم ومجاملتكم لأخيكم الضعيف هي التي جعلتكم تبقون ولو مجاملة لي. جزاكم الله عني وعن المسلمين خير الجزاء. أسأل الله أن لا تبيت هذه الليلة إلا بذنب مغفور وقلب صاف ولسان صادق وذرية صالحة وعمل متقبل مبرور يا رب العالمين. اللهم اغفر لهم ولأزواجهم ولذرياتهم ولآبائهم ولأمهاتهم، اللهم لا تدع لهم ذنبا إلا غفرته. اللهم أكرمهم كما أكرموني بالجلوس، اللهم اعف عنهم وارحمهم كما رحموني بعدم كسر نفسي بكثرة القيام، فجزاكم الله عني. وإلا فأنا والله لا أستحق أن يبقى عندي ولا واحد، ولكن فضلكم علي عظيم، جزاكم الله خير. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وارزقنا العمل بما علمتنا، ورسخ في قلوبنا ما سمعنا وتعلمنا، وارزقنا تعليمه لغيرنا ممن يحتاج له. بقي بعض الأبيات نقرأها وننتهي ولله الحمد. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله وفي الختام نحمد المولى على تمامه وفضله الذي انجلى، فهو الذي بمنه تفضل علي بالإتمام جل وعلا. فإن تجد عيبا وسوف تجده فافهم هديت أنني لا أقصده، وإنما هذا اجتهاد من مقل مناطه النقص بعفو يكتمل. فاعفوا عني جزاكم الله خير، لا يكتمل العمل إلا بعفوكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.